مساء الخير، النهاردة هنعرض كيفية تصنيع مسرح الظل الملون المتحرك مع الطالبة مريم عبد العزيز النعيم. اتفضلي يا مريم. أول شيء السلام عليكم. اليوم راح نحتاج إلى لوحين رول من خامات البيئة، استخدمناها من محلات الأقمشة. عملتي إيه في الرول يا مريم؟ هل سبتيه سادة ولا عملتي إيه؟ الرول ده بيشكل إيه عندك؟ راح يشكل اللي راح يحرك لي المشاهد الأولية للنهاية. هنا غلفت الأطراف لأنها راح تبرز عن المشاهد، تبقى المسرح يعني يد المسرح اللي هتحرك منها المشهد، تتحرك من الجهتين، من الجهات اللي محدد لهم اللي موضع فيه الغلاف. علي صوتك يا مريم. موضع فيه الغلاف. برضو احتجنا الى المسرح هذا، وهو عبارة عن كرتون التلفاز المنزلي. فتحنا من هذه الفتحات، غلفنا بنفس الغلاف في اطراف برضو مريم، ليه انتوا غلفتوه بلون سادة؟ ليه مش ملون؟ بحيث انه ما يشد انتباه الاطفال عن المشاهد اللي راح تنعرض امامه. طبعا فتحنا بفتحات يمر من خلالها الرول. اديني الجانب، وريني الجانب، الفتحات اللي فتحتيها من الجانب. تمام، يبقى اذا وهنا فتحة، ومن الجانب الاخر ايضا فتحات للرول، امرار الرول. ممتاز. طيب جهزتي المسرح وجهزتي الايدي اللي هيمر عليها الرول، الخطوة التالية؟ الخطوة الثانية راح نجهز، طبعا هذه الادوات اللي انا راح احتاجها، مسطرة واللاصق الشفاف، سم ومشرط. برضو الخطوة الثانية استعملنا هذا الورق اللي هو عبارة عن ورق الأكريليك أو ورق كلك. طبعا هذا الورق استعملناه لرسم المشاهد. الورق دوت الأول يا مريم، هل ورق يعني سميك ولا ورق شفاف؟ لا، هو ورق شفاف ناعم رقيق مثل ما انتم شايفين. يبقى بينفذ الورق الضوء، نفاذ للضوء، ورق بحيث انه يتمرر منه الضوء، لان انا راح اتكلم عن مشهد للظل. طيب قولي لي يا مريم، الرول اللي معاكي دوت رول طويل ولا الواح قصيره؟ هذا الرول طويل، بس احنا استعملنا فيه. ممكن تفرديه شويه يا مريم؟ يعني لما انا اروح اشتريه من المكتبه بتلاقيه رول كبير كده، حوالي 20 متر او 30 متر، شفاف يسمح بنفاذيه الضوء. طيب تمام. طبعا هو رول طويل بالمساحه اللي انا راح احتاجها. بتقصي اللي انت عايزاه. بس انا استعمال في مشاهدنا هذه كانت عندنا الرولات منفرده، فعملنا كل مشهد برول، تم الزاق المشاهد. طيب معلش يا مريم، نزلي الرول اللي هو الساده، ونزلي وابعدي الخامات بتاعتك، وافرديه اللي انت عملتي ايه. وشيلي الرول اللي خلاص اللي انتهيتي منه. دلوقتي مريم لم يجدوا الرول اللي هو المتصل، فاضطروا ان هم يجيبوا مجموعه من الالواح المنفصله وقاموا بالرسم عليها ولصقها معا. دي مشاهد المسرح، اتفضلي يا مريم. طيب الصقنا المشاهد بعضها ببعض مثل ما انتم شايفين من خلال. طيب لفيها كده، لفيها كده يا مريم. ده اعتقد مشهد قاع بحر. ايوه، تكلمنا عن قاع البحار ولصقت المشاهد المتتالية ورا بعضها، الأول المشهد الثاني إلى نهاية القصة. طبعا لا ننسى في بداية الرسومات قطعة الإلصاق أو مساحة للصاق أو تثبيت اليد، طيها على اليد. إذا مريم رسموا المشاهد بتاع مسرح الظل بتاعهم ورا بعضها كأنه شريط سينما، هي حاليا بتلفه وهتبدأ تلصق المشاهد دي على اليدين الاتنين، ونشوف هتثبتهم ازاي على المسرح. تمام، قولي لي يا مريم، أولا ده الجزء الخلفي ولا الأمامي بتاع الرسم؟ هتلصقي على الخلف ولا الأمام؟ راح ألصق على الخلف. طيب اقلبي. طب
اضبطي برضو اضبطي يا مريم علشان خاطر تضبطي تلتقي في الوسط بالضبط. نلصق مساحة اللصق على اللفائف الطيبة اللي اخترناها وغلفناها من الطرفين عشان نحرك مثلا الأيدي. عندنا الصمغة الباتكس اللي راح نستعملها، راح نوزع الصمغة على الورق، بعد كذا راح نثبت على نلاحظ ان مريم وهي بتشتغل ثابت الطرف من العصا او اليد من اليمين ومن اليسار علشان دي اللي هتخرج من الصندوق او من التلفاز او من المسرح بتاعها واللي هيتم تحريك المشاهد منه. دلوقتي بتوزع الصمغ لتثبيت اليد الاولى. طبعا لن ننسى في توزيع الصمغ نبدا بنهايه الصمغ عشان نستغل الصمغ احسن استغلال. راح نضع خلي اليدين من الطرفين قد بعض يا مريم. ليه احنا بنشدد قوي ان اليدين من الطرفين يبقوا نفس المساحة نفس الحجم؟ علشان خاطر ده اللي هتحركي منه، ما ينفعش انه جهة تبقى طويلة قوي والجهة التانية تبقى قصيرة قوي، لازم اليدين بتوع المسرح بتاعك يبقوا قد بعض بالضبط. راح نوزع الصمغ، ما نحتاج كمية كبيرة، فقط للتثبيت. كده راح نلف تمام عشان نحاول نحن ننجز ولا يشوف الصمغ. نتأكد برضو انه مشدود بحيث ما يكون في مساحة زايدة. ننتقل الى اخر نقطة. كده مريم ثبتت اليد الاولى وهتلف المشاهد كلها عليها بنفس الطريقه الى ان تصل للطرف الاخر. اتفضلي يا مريم. طيب راح الحين انتهينا من اليد الاولى، ننتقل لليد الثانيه وهي في المشاهد او هي اخر مشهد، لان هذا انا عندي المشهد رقم 1. فراح انتقل للمشاهد لف فيها لفي الرول لفي الى ان تصلي للنهايه. دلوقتي مريم عملت ايه؟ بعد ما انتهينا من الصاق الرول الاول في المشاهد مشهد رقم 1 لفيته، راح انتقل للخطوة الثانية. الخطوة الثانية هي عبارة عن اني راح اخذ هذا الرول، حلو، راح اجلب المسرح اللي انا عملته في البداية. راح اخذ الرول المسرح عليه مشهد رقم 1، راح امرر هذا الرول في الفتحات اللي انا عملتها اللي هي هذه. تمام، راح اقلب الرول. طبعا راح اشوف المشاهد من الامام. تمام، اتاكد ان انا ما افتحها تكون الرسومات من الامام. راح امرر الرول من الفتحات بشكل يسر بحيث اني ما احاول اني اخرجها.
هي محتاجة صبر وهدوء. تمام يا مريم يكفي؟ بعد كذا انتقل اني امرره من الفتحة الثانية برضو بنفس الحكاية، هدوء. بعد كذا راح مررتها من الجهتين، راح اتأكد من الطرفين كلهم متساويين عند مسكات الايادي بهذا الشكل. راح انزل المشهد، راح اسحبه بشكل هدوء كذا. ده المشهد الاخير صح؟ اي هذا المشهد الاخير. ممتاز. راح اجلب الرول الثاني. لفيه يا مريم كده وريني شكله من الامام. جميل، ده الوجه الامامي اللي هيظهر قدام الاطفال. تمام تمام. راح ننتقل للخلف بحيث نلصق الرول رقم 2 بالمشهد رقم 5 بالمشهد الاخير. راح نجرب الرول هذا رقم 2 من المنتج. يبقى اذا هي ثبتت المشاهد كلها على الرول الاولاني ودخلتها بالاول، وبعد كده مررت الرول الثاني فارغ ما عليهوش اي شيء، وهتبدا تثبته وهو في مكانه على المشهد الاخير. مريم موزعه صمغ. مريم موزعه صمغ. ايوه موزعه صمغ من ورا. لا صح زي ما انت ماشيه صح. ليه عكستيه صح؟ عشان كده راح الفها على اساس انه ما جا صمم من قبل، ما زال معي ماسك. راح امرره. راح اقلب اللاصق الشفاف. أضع اللاصق في طرف المشهد. هذا الشكل. يعني هي ثبتته بصمغ وفي نفس الوقت بتيب شفاف. المكان اللي السمح له راح اجيبه برضو من الداخل. كذا ثبتها. راح اشوف انتقل للمرحلة الثانية وهي لف المشاهد. راح ابين لكم من الامام اكثر من انه الرول قاعد يمرر المشاهد بشكل جذاب سلس. طبعا شايفين قد ايه المسرح جميل والوانه حلوه، وهنتفرج عليه لما نطفي النور. هنتقل على كل المشاهد هذه الطريقه في لف الرول كانه شريط سينما. لما وصل الى المشهد رقم 1 جميل يا مريم. ممكن يا مريم نطفي النور ونعرض شكل المسرح على الضوء؟ طبعا راح نعرضه من البدايه في المشهد رقم 1. نشوف
نشوف المشهد المسرح مع الضوء هيكون شكله ازاي مع الاطفال. كده بنتفرج على مسرح الظل مع مريم والدمى المتحرك. طيب اديني عروسة تانية يا مريم. حركي المشاهد بقى، حركي هاتيلي مشهد كمان. طبعا شايفين قد ايه، طبعا مصدر الاضاءة مش قوي جدا، لكن لو مصدر اضاءة اقوى من كده هتكون اجمل. اديني بقى حركي الدمى عندك يا مريم. جميل. بكده احنا شفنا مسرح الظل، التصنيع وحركة الدمى الملونة، مسرح في منتهى الجمال من صنع الطالبات. اذا عجبتكم الحلقة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم.